فاكر يا عبد الجليل لما كنت في الحبس الانفرادي؟ يا باشا، بس بصراحة ربنا لعد أيام. وكنت بتهرب من الحبس الانفرادي؟ بس البركة في ربنا ثم سعادتك، لولا حضرتك كان زماني لغاية دلوقتي مرمي في السجن. أنت كنت بتقطع القضبان بتاع الشباك بتاع الزنزانة وتخرج، نفسي أعرف إزاي؟ بص يا باشا، لا مؤاخذة لا يفل الحديد إلا الحديد، وأنا المبرد ده ما بيفارقنيش. ما تستقلش بيه يا باشا، ده ألماني مفيش زيه اليومين دول. يعني أنت كنت بتقطع قضبان الزنزانة من البتاعة دي؟ ما لا مؤاخذة يا باشا، برضه صنعة وليها سرها، وبعدين مش كل من مسك المبرد يعني. وكان بياخد منك وقت قد إيه؟ ساعة زمن. ولو انا عايزه اقل من كده؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش، وعايزين عده احسن. حتى لو كان ده القضيب اللي انت هتقطعه؟ بص يا كبير، لما اقصى حته الحديده دي حديده نظيفه وما ينفعش معاها الكلام الفارغ ده، لكن انا عندي الدواء كده. احنا يلزمنا منشار حدادي الماني كهربائي. ده ينفع؟ هو ده يا كبير، عظمه على عظمه، هو ده يا معلم. انا عايزك تقطع لي القضيب ده 30 حته. حاضر. من غير ما اسمع صوت المنشار. عينيا. والعمليه دي ما تاخدش منك اكتر من 5 دقايق. ماشي. ومن هنا ورايح كل يوم، موركش شغلانه غير كده. حاضر. اتفضل. اسمع. نعم يا كبير. مش عايز حد من زمالك يعرف انت بتعمل ايه، ولا انا كلفتك بايه. حاضر. انا اذنك يا كبير. انا نفسي افهم اشمعنى عبد الجليل هو الوحيد اللي مريح. حد فيكم يفهمني؟ ده جه خده من وسطنا ومشفناش وشه بعد كده. خليك في حالك يا ابراهيم، الباشا قال ما نسالش على حاجه. يا عم انا عاوز افهم. اشتغل بنص علينا، بنص علينا. يا شيخ حسن. افندم. تعال عايزك. تحت امرك يا باشا. اتفضل. هيقعد يسحبهم واحد ورا التاني واحنا هنقعد نقضيها جري. تصدق عندك حق، الموضوع زاد عن حده. بيبص بيبص بيبص. قنبلة. قنبلة ايه يا سعادة الباشا؟ ما انت ساعتك عارف اني بطلت الحاجات دي من زمان. ده انا حتى بطلت على يد سعادتك وتبت لله. اسمع يا شيخ حسن، احنا اتفقنا ما حدش يسأل ولا حد يقول لا. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. وانا ما اقدرش اقول لك لا يا سعادة الباشا. شوف يا شيخ حسن، احنا مش هنموت حد. انا عايز منك تعمل لي قنبلة صوتها مرعب، نارها عالية، تحسسك ان احنا في يوم القيامه، بس بشرط مفيش شظيه منها تطلع تاذي حد زي الحاجات اللي بيعملوها في السيما دي. اذا كان على كده يا سعاده الباشا فانا تحت امرك، بس انا ليا طلبات. اكتب لي اللي انت عايزه وانا هجيبه لك، بس انا عايز حجمها ما يزيدش عن حجم علبه السجاير. هنجربها مره واثنين وثلاثه لغايه انت ما تقول خلاص. مفهوم؟ مفهوم يا سعاده الباشا.